محطتنا زينب استثنائية ومتميزة مع جنى ونايا طفلتين بعمر الزهور تتقنان الحساب الذهني بالإضافة لهالذاكرة الذهبية ما شاء الله عنهم ومجموعة من الهوايات بين المطالعة الفصاحة والخطابة والموسيقى وأيضا رياضة السباحة وغيرها من المواهب الكثيرة. أكيد بالإضافة للتفوق الدراسي سالي أكيد كل هالأنشطة رح نحكي فيها مع نايا نزيه إبراهيم حائزة على جوائز عالمية بمجال الحساب الذهني وجنى نزيه إبراهيم حائزة كمان على جوائز عالمية بمجال الحساب الذهني. سعد صباحكم. سعد صباح. أهلا وسهلا فيكم. مين جنى؟ أنا جنى. جنى بلش معك يا جنى، خبرينا أول شيء عن أول الحساب الذهني، كيف بلشتي فيه وكيف شاركتي بالمسابقات؟ هلا انا بلشت يمكن كنت صف ثاني، بلشت فيه قلت انه تجربه مشان نمي قدرتي بالرياضيات وحسن حالي فيه. بعدين شاركت اول مسابقه كانت عام 2018، ما اخذت فيها انه كنت جديده وفت مستوى، انه فت مستوى صغير بس ما قدرت اني اخذ المستوى. بعدين ب 2019 اخذت المستوى الثاني على القطر و2020 على العالم. برافو عليك ما شاء الله. يعني نايا بيناتكم 3 سنين يمكن ولا اكثر؟ سنتين يعني مبين، ولكن دائما المجتهد بيواكب الثاني. يعني احيانا بتحاولي تلحقيها لنايا شو عم تعمل، يمكن هي بمرحله متقدمه لانه هي اكبر منك بسنتين. ما هيك نايا ايضا احكي لنا كمان كيف بلشتي، لاي مراحل وصلتي، كيف قدرتي تطوري حالك؟ اول شيء جنى هي اللي شاركت ابني. جنى شاركت ابنك. دائما الصغير متميز خاصه بس انا كان عندي شويه اشياء مسجلتها ثاني غير، يعني غير ما كانت من اهتماماتي، وقت جنى سجلت وصارت تدرب بالبيت وفرجتني فوائدها فحبيت اني شارك معها اشوف تماما قديش يعني حلوه القصه ومفيده لنا. لهيك سجلت معها وصرنا نشارك مع بعض. حلو. يمكن عم نشوف ايضا زينب، خلينا نشوف الشهادات الحاصلين عليها. انا معي نايا، انت جنى. انا جنى. هذول الشهادات طبعا من المنظمه الاوروبيه، من المنظمه الاوروبيه للسلام الدولي بالمانيا، اللي قررت منح طبعا الطفلتين يعني اللي معنا جائزه تقديرا لا اجتهاد بالحساب الذهني. يعني جنى خبريني اليوم اغلب الاولاد بيحبوا الانشطه الصيفيه مثلا اللي فيها فرح اللي فيها هيك متعه، اليوم الحساب الذهني بتعتبريه متعه او بتعتبريه موهبه او بتعتبريه تطوير دراسي لإلك؟ وانت اكيد شاطره بالرياضيات، بتحبي هالماده كثير. هلا انا اول شيء بحس انه الرياضيات، انا بحس انه الحساب الذهني بشكل عام بس لاقي حالي فاضيه فبتسلى، انه كمان بنشط الذهن، انه مثلا بالاستراحه الصيفيه مو كلها لازم ناخذ استراحه، كمان لازم نستثمر هذا الوقت. برافو عليكي. حلو. يمكن مرقت معنا شهاده الذاكره الذهبيه لإلك نايا، وايضا انت كمان شاطره بمجال الرياضيات ومبدعه، خلينا نقول عم نشوف هلا شهادات عم بتمر علينا عبر الشاشه. احكي لنا شوي عن الذاكره الذهبيه، قديش هيك حسيتي انه في عندك، انه انت في شيء ملكه بتتميزي فيها وقدرتي تستثمريها بهدول القصص؟ يعني الذاكره الذهبيه بالاول هو يعني البرنامج هي اول مره بيجي على سوريا واول مره يعني بيدخل حدا هذا المجال. طبعا الكوتش نعمت حمودي هي دخلته، انا كثير مبسوطه يعني كثير فرحانه بهذا الشيء لانه نحن اول طلاب سوريا بنتدرب. هو عباره يعني بنمي القدرات الذهنيه، فانت بتصير بتتذكري، ما بقى بتعاني مثلا حتى بموضوع الدراسه، انه مثلا بتعيدي الدرس مره مرتين، ما عاد يعني بتصير وقت اقل وعدد المرات اقل، لهيك بفيد كثير. نعم. يعني انا هلا معي سالي كمان بعض الجوائز والميداليات الموجودة واللي حصلوا عليها نايا وجنى. جنى يعني بالإضافة للحساب الذهني وتفوقك أيضا بهذا المجال وبدراستك، كمان شاطرة بالفصاحة والخطابة، ما هيك؟ حافظة شي سمعينا يا؟ هيك من هون الورقة كمان رح أعطيك إياه للمغلف. كاتبة شيء لإلنا خاص؟ هو عمك هو كتب لي اياها. يلا اوكي، يلا احنا بنسمعك.
هي سوريتي هي وطني. وطني يا قصة مجد على مر الأزمان، يا تاريخ الحضارة وحضارة البنيان، وقيم وثقافة جعلتك أجمل الأوطان. وطني يا قصة عشق دونتها في وجداني، يا شموخ الجبال وجمال السهول والوديان. اليوم أنت جرح ثائر وحكاية من العنفوان، أرادوك حطاما وحياة تفتقد إلى الأمان. ونسوا أن فيك رجالا تأبى الذل والهوان، ونفوس أبية عن بذل الروح لا تواني، وفيك أسد بشار هو تاريخي وعنواني، وهو القائل لا نركع إلا لرب الأكوان. وطن عشق الشهادة وأسقط الرهان، وسطر قصة صمود وحكاية عن العشجان. وطن أهديه شعر بالدم خطه بياني، وحروف نائحة تمتمى بها لساني. وطني يا عشقي يا أجمل الأوطان. الله، برافو عليك. يعني صوت رنان وجميل، ودائما ببين الصوت المبدع والخامة، دائما بس يكون في موهبة، في ثقة بتبين دغري. نايا، ما بعرف مين بيعزف جيتار؟ وكمان أنا بعزف جيتار. حلو. أنا كمانجة. تمام، يعني ما شاء الله عنكم جامعين كل الشغلات، خلينا نقول ملكات الحلوة والمواهب. يمكن الوقت اللي أنتوا عندكم يا فراف عم تستثمروا بالأشياء المفيدة لكم، يلي بتنمي لي قدراتكم، يلي بنتشرف نحن فيها. كلنا أيضا عن موهبة العزف. نايا، موهبة العزف الصراحة هو عمو غياس، هو بيعزف على آلة العود، فدايما بالسهرات العائلية وهيك بيعزف بيغني هيك. حبيت قصة قديش انه بتعطي فرح للجو، يعني الجو بصير حلو وقت بصير في عزف موسيقى هيك. فوقتها اشترينا آلات وقلنا انه خلص بدنا نتعلم، اشترينا وتعلمنا عليه. عملتوا دورات، هذا استثمار الوقت الصح يعني للي بيحب يطور حاله. كمان جايبت لنا اسمها شو هي؟ روبيك؟ العداد. روبيك. خلينا كمان كيف بتستخدميها يا جنى؟ هي خرزات هيك، نحن مثلا عمليات حسابيه، فهي بتستخدميها بالمسابقات؟ تمام، خلينا ناخذها هيك شوي على الكاميرات، بين هدول الخرزات. حلو كثير. شو بدك تحسبي لنا هلا على الهواء؟ شو بدك تعملي؟ هلا انا مجهزه تمارين. اعطينا واحد. تمام، مشان الوقت. اعطينا زينة. اعطيني خيار. خيار اخطأ تحت. تمام. هلا في بالحساب الذهني ثلاث مهارات. حلو. مهارة الأصابع، مهارة الأبكوس، ومهارة الخيال. فبتحبوا نعملهم كلهم تمرين؟ خلينا على الروبيك. الأبكوس. يلا جاهزة. 2524 تقسيم 2 جواب 12622. لا لحظة، ما عليك. ألف عيدو. نرجع نعطيها نايا لجنى الرقم. 1262. تمام مزبوط. واحد تاني. 9756 تقسيم 9 1084. تمام مزبوط. حلو، نعطيكي خيال. يلا. 524 100 ناقص 400 112 113 510. الجواب 959. تمام. واو. برافو. هذا هو الحساب الذهني اللي هلا عم نشوف اغلب الاولاد عم يبدعوا فيه بسوريا، هذا تنميه للقدرات العقليه. يعني كمان سالي بنحب نعرف هن كيف انتم كيف بتقضوا وقتكم؟ بتطلعوا على كتب معينه بتقروا وبتنموا الشيء الادبي عندكم مثلا؟ اكيد، يعني انا هوايتي المطالعه. هلا الصراحه كمان عن جديد كثير صايره عم بحب اقرا روايات. لمين؟ عم بتشجع مثلا لويز هاي، قرات لها روايه اسمها تلوين المستقبل، وقرات صاحب الظل الطويل كمان. حلو. حلوه كثير. ايه، وابقى قويا هلا جبتها عن جديد بدي اقرا. بطلت جودي ابوت كامل. ايه، صاحب الظل الطويل. انا بحبها كثير لجودي، هو فيلم كرتون.
تمام. يعني ايضا جنى خلينا نشوف في كروت ايضا معك، هدول الكروت كمان يستخدموا في الحساب الذهني؟ هلا هدول يستخدموا في الذاكره. هلا انا بعرض لهم اياها لنايا ونايا بتقدر تتذكر. معلش كمان على السريع قبل ما هيك يقطعنا الوقت، عن جد كثير ممتعين زينب، يعني لو بنضل بنتسلى كثير. يا ريت بوقتنا جاهزين. خلينا نشوف كيف حساب الكروت. تمام، كيف بتنعرض؟ خلينا هلا هي رح تعرض لي اياهم، بعدين انا رح غمض عيوني ورح اتذكرهم. يلا كمان احنا بنحاول نعمل مثلك شوي. حلو، كل هدول هلا خليها هيك. بسم الله. تمام يلا حاج. يلا قولي. قولوا 27 16 40 47 1 34 26 62 23 كلهم خلصناهم. لا تمام. في اثنين صح؟ لا خمس. صح. لا لهون احنا وقفنا. لا مزبوط مثل ما قالت، احنا لهون وقفنا. يعني ترفعوا الراس. شكرا كثير. اكيد نحن فخورين فيكم وان شاء الله بنشوفكم بمجالات ابداعيه دراسيه واكاديميه بتتمنوها اكيد انتم واهاليكم، اكيد اهاليكم فخورين فيكم كمان. قد ايه حلوه الثقه بالنفس والبنت خاصه تبني نفسها بدراستها وتعمل مستقبل كثير حلو مثلكم. شكرا كثير، ان شاء الله بنشوفكم احلى صبايا. شكرا لوجودكم. شكرا لوجودكم معنا. بدنا نوجه تحيه لعائلتكم الكريمه، لكل حدا ساعدكم بانه تنموا هدول القدرات، وايضا للي بيعزف من بقيه العائله. يعني كل هدول لهم فضل. خلينا نقول نحن بنفتخر فيكم، ودائما نحن بنقول انه نحن هدول الصبايا والشباب يلي هن حيبنوا وطن.